إشاعة حملك الفترة الأخيرة وتأجيل كل أعمالك الفنية. زي ما انت شايفة مأجلة فعلا كل أعمالي الفنية. طب ليه بيطلعوا عليك الإشاعة دي كل شوية؟ أي واحد يعني خلاص يعني اتجوزت النهاردة الأسبوع اللي جاي طلعوا إشاعة حاجة. ممكن يكون عشان اتجوزت فقالوا لك يبقى خلاص أكيد بقى مستنيين النونة هتخلف وبتاع وأنا كمان يعني مستنية. طيب مخططين لكده إن شاء الله ولا مش عايزة تجيبي بيه تاني دلوقتي؟ يعني بصراحة مش مفكرتش دلوقتي يعني. سيبها شوية.